بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، ما زلنا مع المفاهيم التي يجب أن تصحح، كما ذكرنا في الحلقات السابقة مفاهيم يجب أن تصحح، ولكن بالحب والألفة والمحبة والموعظة الحسنة. أحبابنا الكرام، لو أنا جيت النهاردة وزرت أو تقابلت مع مرشدي أو معلمي أو أستاذي في الجامعة أو اللي علمني القرآن أو اللي رباني أو اللي علمني حديث، وجيت وسلمت عليه وكان معايا بعض المفاهيم اللي عايز أصححها، وقلت له السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هنا نستأذن ونتحاور ونتعلم، هل هذه المفاهيم يجب أن تصحح؟ أن أقبل؟ أن أحترم؟ أن أبجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي حصل منكم وهو المسمى بتقبيل اليد، هذا في الحقيقة دليل على أدبك وأدب كل طالب علم يحترم أستاذه وشيخه. الواقع نحن لا ندعو إليه، هذه حقيقة لابد أن تفهم، نحن ما ندعو إلى تقبيل اليد، لكن نفعله مع مشايخنا، مع أساتذتنا، مع علمائنا الذين تفضلوا علينا بالعلم والتربية، نقبل أيديهم. هم كانوا يدعون إلى ذلك، ولكن ما كانوا يرون ذلك فيه سوء ولا بدعة ولا مخالفة للشريعة، ونحن درجنا على هذا والحمد لله. نحن ما ندعو الناس إلى التقبيل، إلى تقبيل اليد، ولا نعطيهم أيدينا هكذا كما يتصور البعض أننا نجعل أيدينا سبيلا للتقبيل كما يصور ذلك بعض الجهلة، بعض الجهلة أو بعض من يغيب عنه الحق والصواب، لكن أيضا ما نسمي ذلك بدعة، ولا نجيز أن يقال إنه هذا فيه مخالفة للشريعة، بالعكس، بل هو من الأدب وبل هو من السنة النبوية، وفيه أحاديث وردت، منها الحديث المشهور أنه لما جاء وفد عبد القيس إلى المدينة المنورة يعبر عن هذا بعضهم فيقول: فما تمالكنا أنفسنا ورمينا بأنفسنا من رواحلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل يده ورجله. وألف في ذلك كثير من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري إعلام النبي بجواز التقبيل، ومنهم كتب في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، من كبار أساتذتنا ومن كبار المحدثين والعلماء في العالم الإسلامي، وقال بما معناه أنه بالتتبع ظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رأسه الشريفة ويديه وركبتيه ورجليه، كل ذلك حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن أحد ينكر على هذا أو أحد يبدع هذا أو يفسق هذا أو أن أحدا يسمي هذه الحركة الأدبية الاحترامية يسميها عبادة، لأن بعضهم يسمي هذه سجدة طورة، سجدة صغرى وركوعا وانحناء، فهذا الكلام في حقيقة كلام ما ينبغي أن يصدر من طالب علم فضلا عن عالم. فتقبيل يد الوالد والأستاذ والمرشد ومن تعتقد أن له عليك فضلا، هذا في الحقيقة أمر مشروع. نعم، ينبغي للإنسان ألا يدعو الناس إلى هذا، هذا من الأمور الواجبة المطلوبة، كما قال ابن الوردي: أنا لا أدعو إلى تقبيل يد، أو أنا لا أرضى بتقبيل يد، قطعها أفضل من تلك القبل. هذا من باب التواضع، أنه شأنه، أن شأنه أنه ما يدعو الناس إلى تقبيل يده، وأنه لا يحثهم على ذلك، لكن إن فعلوها يشكرهم ويدعو لهم. وقد جاء صورة من صور الأدب والتعظيم بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
فيما يروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت. أنت تعلم أن ابن عباس من آل البيت، نعم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن زيد بن ثابت من كبار العلماء، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب زيد بن ثابت على دابته وجاء ابن عباس فأمسك بزمامها، نعم، هذا غاية الأدب، فقال له: استغفر الله استغفر الله يا ابن عم رسول الله. فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أنت عالم وأستاذي وأنا أخذت عنك ورويت عنك، فأنا أعظمك وأحترمك وأرفعك على دابتك وأمسك بزمامها كما يمسك الخادم بزمام دابة سيده أو أستاذه، لا بأس في ذلك. فما كان من سيدنا زيد إلا أن أخذ يده فقبلها وقال له: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. ذا احترم ذا لمعنى من المعاني، وهذا احترم هذا لمعنى من المعاني. سيدنا ابن عباس احترمه وأمسك بزمام دابته وأخذ بها وكان كالخادم له، وهو أخذ يده فقبلها وقال له: إن هذا من شأننا أن نفعله مع آل بيت نبينا. وفي هذا شواهد كثيرة، منها هذه قصة وفد عبد القيس، ومنها قصة سلمة بن الأكوع. الصحابة قال: زرناه، فقلنا له: أرنا يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأخرج كفا غليظة فأخذناها فقبلناها. وهكذا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جابر، وهكذا غيره من الصحابة. فالحاصل أن التقبيل لليد كما قلنا نحن لا ندعو إليه ولا نحث الناس عليه، ولكننا لا ننكره ولا نبدع فاعله ولا نفسقه، بل وإن من يعتقد أن ذلك بدعة أو أن ذلك شركا أو أن ذلك خارجا عن السنة المحمدية فهو دليل على ضيق أفقه وأن أفقه ضيق. سيدي، لو أمام المقام الشريف عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف أمام هذا المقام العظيم والوقار والتعظيم لمقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الإنسان وقف أمام هذا المقام الشريف ووجل قلبه ودمعت عيناه، هل هناك خطأ في ذلك؟ ليس هناك خطأ، بالعكس، بل إنه لابد إذا وقف أمام المواجهة الشريفة وتصور أنه واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ولأن الأدب معاه في الحياة وفي الموت سواء، فهذا هو شأن المسلم، الأدب والاحترام والوقوف بأدب واحترام. والشيخ ابن القيم له كتاب عظيم اسمه النونية، في نونيته ذكر أننا قال: إذا أتينا فوقفنا أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم فإننا نوقف وقفة أدب وخشوع. طبعا الخشوع اللي هو خشوع الأدب، ما هو اللي هو خشوع العبادة، في الألفاظ هذه ينوب بعضها عن بعض، اللغة العربية واسعة، ليس المقصود خشوعا بمعنى عبادة أو ركوع أو سجود، وإنما يقف بأدب. يقول: فكأنما نقف على أعيننا، كيف الإنسان لما تكون عينه في الأرض وهو واقف عليها؟ الله، حيوقف بأي لطف وبأي ظرف وبأي أدب وبأي احترام؟ لما تكون عيوني على الأرض وأنا واقف على عيوني، وكأنه حي وكأنه حاضر. يقول: ولا نمتلك تلك الدموع من كثرة الانهمار، ولا تلك الأيدي والأرجل وهي تصطك من الرجفان. هذا التصوير لابن القيم، وأنتم تعلمون أن الشيخ ابن القيم من أئمة العقيدة ومن أئمة التوحيد، حاشا أن يتكلم في نونيته التي هي أصل التوحيد وأصل العقيدة، والتي لخص فيها عقيدة شيخه
الشيخ ابن تيمية يذكر فيها هذا الأدب، وأن الإنسان أمام المواجهة الشريفة ينبغي أن يقف بأدب وباحترام، وأن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر أدب الرسول، الأدب بين يديه، كما نصح بذلك الإمام مالك بن أنس الخليفة لما جاء وأراد أن يزور، فقال له: يا أمير المؤمنين، يعني بما معناه أنك أستشعر أنت أمام من، وأنك تسلم على من، وأن هذا الذي تسمعه يسمعك، سلم عليه يسمعك، وأنه يدري عن مقامك، وأن الملائكة تبلغه ذلك. فهذا الإحساس وهذا الشعور في الحقيقة دليل على تمام الأدب. ومن هنا كان سيدنا الإمام مالك ابن أنس في المدينة المنورة في غاية التعظيم والاحترام لهذا المقام، كان لا ينتعل، يعني لا يلبس نعالا في المدينة، في المدينة أبدا، ويقول: كيف أطأ بقدمي هذه على الأرض التي تحتها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما كان يلبس النعال، وكان يمشي حافيا في المدينة المنورة احتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن الإنسان يعمل عقله فلا يخلط بين التعظيم والأدب، يعني هذا أدب ليس هو عبادة. قد يأتي واحد ويقول: يا أخي، إيش هذا الغلو، إيش هذا التطرف؟ هذا ليس غلو ولا تطرف، هذا تمام الأدب وتمام الذوق، وهذا تمام الاحترام الذي يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة لما كانت في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في الحجرة، وهي كانت في طرفها، كانت إذا سمعت أحد يدق الجدار بمسماره أو يدق وتدا تبعث إليه وتقول لهم: يا جيران رسول الله، لا تؤذوا رسول الله، لأجل دق الجدار، لأجل دق الجدار. وهكذا كان كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم على هذا المنوال وعلى هذا الباب. المقصود المعرفة، عندما تمتلئ قلوبنا بمعرفته صلى الله عليه وسلم تمتلئ بالأدب، ما يكون أدب بدون معرفة. ولذلك ينبغي أن نركز على تعليم السيرة لأولادنا ولشبابنا حتى نستطيع أن نتحصل منهم على الأدب لحضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لو رجعنا كده بالسنوات لما كنت في إيد السيد علوي الملكي الوالد، وأول مرة تخرج من مكة المكرمة ويمسكك في إيدي كده ويروح بيك عند حضرته صلى الله عليه وسلم، وأول مرة وحضرتك صغير لسه إدراكك بيعرف إن خلف هذا المقام هو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعورك؟ نرجع بسنوات وكيف كان حالك؟ كان معلوم أن الحال في ذاك الوقت كنا نترسم خطى مشايخنا وأساتذتنا، ليس السيد علوي فقط، بل كنت أرى في الروضة أهل الأدب أهل العلم الكبار أمثال السيد علوي والمشاط والكتبي ومحمد نور سيف، وهذه الطبقة من كبار العلماء، كانوا إذا أحد سلم عليهم يعني يحصل عندهم من الحياء ويقول له: يا أخي هذا ممك، يعني معلوم أن الناس هذا شأنهم وهذا شأن أحبابهم، شأنهم أنه ما يحب أن أحد يقبل عليهم، ولا يحبون أن أحد يسلم عليهم في الروضة ولا في المسجد النبوي، بل إذا جاء وتحلق عليهم رجلان أو ثلاثة يقول له: يا أخي، خذ المصحف وقم وقرأ قرآن وقم صلي على النبي. الآن نحن هنا كلنا ضيوف، أنا ضيف وأنت ضيف وهذا ضيف، وكلنا ضيفان، ضيوف الله سبحانه وتعالى وضيوف رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا هو الأدب الذي نتعلمه منهم في ملاحظة هذه المعاني وملاحظة الأخلاق والأدب، السلام بالأدب والصلاة والسلام عليه بالأدب صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذين يغضون أصواتهم عند صوت النبي. هذا ليس خاصا بحياتي،
هذا حتى في بعد انتقاله للرفيق الأعلى. بقيت مسألة مهمة لابد أن أنبه إليها. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ما نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم حي على وجه الأرض، لكن الفرق هنا بين بعض الناس وبعض الناس أنه ما معنى الموت هنا؟ هل معناه الموت هنا العدم، أو معناه الموت هنا انقطاع الرتبة وسقوط المقام؟ لا، الموت هنا انتقال من دار إلى دار. فهو ولو ما كان، فهو وإن كان قد مات، لكن شعوره وإحساسه وإدراكه وعلمه بأمته واهتمامه بهم وعرض أعمالهم عليه هذا أمر ثابت، وفيه أحاديث كثيرة ليس هذا مجال بسطها، يحتاج إلى بحث آخر. نعم، ده مفهوم آخر سيأتي له لعله. نعم، سيأتي له في أحد الأبواب القادمة. ولكن برضو نعود مرة أخرى، أنا عايز أرجع بيك للسنين شوية وحضرتك طفل صغير، لأن مشاعر الطفل بيبقى لها يعني تاريخ معين لا ينقضي أبدا، والتاريخ أو الزمن ما بيمسحوش أبدا، بيفضل عالق في ذهنك. أول لحظة وقفت فيها أمام هذا المقام الشريف، كان إيه المشاعر؟ إيه اللي حرك قلب حضرتك؟ كان حرك قلبي في تلك اللحظة إنني أنا فعلا يعني أحس بأني أنا أمام موقف ما ليس موقفا عاديا. نعم، يعني موقف رهيب في حقيقة. فذاك الموقف ونحن نزور ونصلي ونسلم عليه والوقوف بين يديه والموكب كله الذي كان حول القبر النبوي كله كان موكب أدب. نعم، أدب واحترام، حتى الحراس، حتى الخدام، حتى الذين كانوا على القبر النبوي الشريف كان لسانهم لا يفتر عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموجودين حول المقام نعم الشريف، نعم، من الحراس والخدام كانوا يصلون على النبي كان شأنهم وديدنهم هذا. نعم، الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقفون كما يقول ابن القيم رضي الله عنه في النونية يقول والواقفون نواكس الأذقان، يعني مطرقون برؤوسهم. نعم، على صدورهم. نعم، من الأدب والاحترام. قد جرت قصة أو موقف من المواقف. نعم، وهو أن أحدهم رفع صوته في المسجد النبوي. نعم، فقال سيدنا عمر علي به، فجاءوا به، قال له من أي بلد أنت؟ قال له من بلد كذا، ولا أحب أن أسمي البلاد. نعم، قال والله لو كنت من المدينة لعلوت رأسك بهذه العصا. نعم، يعني سامحوا علشان غريب بس. طبعا يعني ما كانوا يقبلون أن يرفع الرجل أو الولد الصغير صوته في المسجد النبوي عند زيارته وعند الوقوف بقبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وما كانوا رضي الله تعالى عنهم يلتصقون بالشباك. نعم، لا لأن ذلك شرك أو لأن ذلك كفر، لا، لأنهم يرون أن ذلك خلاف الأدب. نعم، فإذا الوجد أخذ واحد والشوق وجاء ورمى بنفسه على شباك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يبادر الإنسان إلى تكفيره أو إلى الحكم عليه بالضلالة، إنما يأخذه ويقدر شعوره لأنه من الشوق. الشوق ملكه، فما تمالك نفسه، الشوق سيطر عليه فما سيطر على نفسه، فلذلك لم يتمالك نفسه ورمى بنفسه على الشباك أو على المواجهة الشريفة. فمن هنا يأتي له من يأخذه برفق وأن يقول له يا أخي ليس هذا مكانه، ليس هذا محله، الواجب عليك أن تتأدب وأن تقف بعيدا عن المقام احتراما. كيف لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حي على وجه الأرض حياتنا؟ نحن نعتقد أنه حي حياة برزخية، هذه لا شك فيها، لكن كيف لو كان هو جالس في الشباك؟ هذا ما يليق بأحد أنه يأتي ويدب نفسه كده في الشباك كما يقولون، لا، احتراما للحاضر، احتراما لصاحب المقام. نعم، صلى الله عليه وسلم. لكن لو أحد أخذه الوجد أو لو أحد زاد عليه الشوق والويام قد يحصل هذا. نعم، العاطفة هنا ما يملكها الإنسان، العاطفة والوجد
ما يملكها الإنسان. وإذا المطي بنا بلغنا محمدا، يقول بعض أهل الأدب، يقول وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام. ليه؟ قربننا من خير من وطئ الثرى. يعني بيقول هذا من عاطفته من على الدابة، يقول إنه الدابة دي لها علي فضل لأنها قربتني، لأن قربتني من حبيبي، من حبيبي صلى طيب الله عليه وسلم. هل هذه العاطفة يحس بها كل واحد؟ ما يحس بهذه كل واحد. يعني الناس تختلف مواجيدهم. كيف نتعلم منكم نقرئ السلام لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداب الزيارة؟ كيف يكون أدابها؟ أدابها، أنا لا أعرف أن هناك صيغة في السلام، هذا أول شيء، أول مسألة. لا ألتزم بالصيغ مطروحة أو مطبوعة، وإنما أقول أن الإنسان إذا وقف وزار يبث ما في فؤاده ويعبر عما في شعوره بما يلهمه الله سبحانه وتعالى. الله صحيح. حسب وده صدق، هذا الصدق في في التعبير. واما انه ان ياخذ صيغه مخصوصه او صيغه للسلام لا باس بذلك، لا ارى في ذلك من حرج، لكن الصدق انك انت تبث ما في فؤادك وتتكلم بما في قلبك وتبث شكواك له وبين حالك. طيب مقلتي قد نلت، يقول السيد أمين كتبي شيخنا وشيخ الأدباء في مكة وهو الأمين العام على مدح الرسول، يقول مقلتي قد نلت كل الأدب، هذه أنوار طه العربي، إلى أن يقول في أبيات إنه بما معناه لفظها الآن ما أحفظه، إنك أنت إذا وقفت وتكلمت عن أحوالك وذكرت أحوال المسلمين، معلوم أن أول ما نذكره هو أحوال المسلمين وما هم فيه من مصائب وما هم فيه من بلاء. أنت يعني هذا باب كبير من الذوق ومن العطف، إني أشكو إليه. أشكو إليه ليه؟ أشكو إليه هي الشكوى إلى الله، لكن أنا أخبره لأجل أن هذا وجد وحب وشوق في القلب، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، الملائكة تبلغه. قد جاء في أحاديث كثيرة في هذا الباب أن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شكوى من يشتكي وسؤال من يسأل وحنين من يحن وشوق من يتشوق، كل ذلك يبلغه ويفرح به صلى الله عليه وسلم. طب قبل أن ننتقل إلى مفهوم آخر، ولكن هنا كنا نتحدث عن مفهوم التقبيل الأيدي والآداب واستمرارا في هذا الأمر، قبل أن ننتقل إلى مفهوم آخر في دقائق، هل لك أن تبث إلينا إقراء من إقرائكم للسلام أثناء الزيارة؟ كيف توجه إليه السلام صلى الله عليه وسلم؟ وجه إليه السلام بأن أقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من خصك الله سبحانه وتعالى بالخصائص والمزايا والمناقب العظيمة الجليلة الكريمة. يا سيدي يا رسول الله، سمعنا الله وقرأنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وها نحن يا رسول الله قد جئناك مستغفرين الله ومتوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أقوله وأدعو به وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم به. أحبابنا الكرام، هذا هو المفهوم لهذه الحلقة. هيا بنا ننتقل إن شاء الله في لقاء آخر قادم بإذن الله تعالى مع برنامجكم مفاهيم يجب